لا بالعكس، الآن شعبية محمد بن سلمان ونظام الملك سلمان كإدارة والأسرة بصفة عامة التي توافق على هذا الاتجاه، وخصوصا الصلح مع إسرائيل، وخصوصا موضوع علمنة الدولة وإطلاق الحريات الأخلاقية لا أخلاقية. يعني نحن مع الحريات، لكن الحريات المنضبطة، الحريات المحافظة. هو أطلقها ليلهي أطلق الحريات اللا أخلاقية حتى يلهي الشباب عن السياسة، وهذه مسألة خطيرة. القبائل عندها فلسطين خط أحمر، وأعتقد عندما يعلن محمد بن سلمان، وهذا قد يكون قريبا، عندما يعلن الصلح مع إسرائيل، أعتقد أن سوف تكون هناك ردة فعل قوية شعبية. يعني الانقلاب يحتاج إلى عناصر. العناصر هذه يعني قد تتوفر أحيانا وقد لا تتوفر. حاليا إلى الآن هي غير متوفرة، لكن اضطرابات بكل تأكيد سوف تحدث. أولا لوجود يعني صراع ما بين الأسر الحاكمة، لتوزع القبائل الداعمة لهذا الجناح وهذا الجناح، لوجود تدمر في المؤسسة بالمؤسسة العسكرية، لأن هذه الإدارة، إدارة محمد بن سلمان، أدخلتهم في حروب هم غير مقتنعين بها. هذه الحروب في اليمن وغير اليمن يعني أفلست الخزينة، وعاد محمد بن سلمان ليملئ الخزينة بأن يفرض ضرائب على الشعب، وبالتالي يعني هناك التحركات قد تأتي لاحقا. ولا تنسى أن هناك دول في المحيط وبالإقليم لا تريد للسعودية الاستقرار، يعني في مناطق، يعني دول لا نريد أن نسمي أحدا، لكن هناك دول سوف تدعم أي جناح يريد أن يقوم بتمرد عسكري. والآن أصبح هذا متاحا وناضجا، ولا ينقصه إلا الشرارة التي تشعر الفتيل. يعني نحن على أبواب يعني ربيع سعودي. أنا لا أستبعد هذا أبدا، لا أستبعد هذا عموما. يعني أنت يجب أن تعرف أن أغلب الشعب السعودي هو شعب ليس وهابيا. الوهابية هي نظام الدولة، نظام الدولة يعتنق هذا المذهب. أما الشعب السعودي فهو في أغلبيته سني صوفي، والصوفية هي من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المؤتمر يرسل رسالة للداخل السعودي بأن أخوتهم الشيعة وأخوتهم في إيران معهم في هذا الحب، وأنهم لا يفرقهم شيء، وأن إسلامهم واحد ودينهم واحد. وبالتالي بكل تأكيد هذا سوف يعكس على يعني نفسية السلطة، وسوف تفكر بمرحلة ربما يعني إعادة حساباتها من جديد في المنطقة. أنا سوف أستعير جملة، حتى يقولون شهد شاهد من أهلها، سوف أستعير جملة لأمير الكويت عندما زار إيران، قال لسماحة القائد: أنت لست مرشد إيران، أنت مرشد المسلمين ومرشد المنطقة. وهذه الصفة التي أستطيع أن أقولها.